السيد الرئيس، السيد رئيس الوزراء وجميع الحضور، ممثلي وزراء جمهورية مصر العربية، أنا أشعر بالفخر وجودي معكم اليوم كوزير من التجارة الخارجية والداخلية بجمهورية صربيا. بالطبع تجاه هذه السنوات التي مضت لقد شاهدنا العديد من الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من أجل تطوير وتعزيز النمو، ولكن بالطبع أيضا كل هذه الأمور من شأنها تعزيز الوجود الصربي والمصري في الأسواق بين البلدين. وفي هذا الصدد نحن نعمل مع بعضنا البعض على تعزيز هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخرا بوجود السيد الرئيس الصربي والسيد الرئيس المصري. وبالطبع هذا التعاون الذي شمل في طياته هذه الاتفاقيات الحرة بين البلدين فيما يتعلق بتبادل التجارة بين البلدين وكذلك تبادل الاستثمارات، وهذه الأمور تتطرق إلى المنتجات الزراعية وغيرها من أجل تعزيز تحقيق هذه الاتفاقيات خاصة في هذا الوقت الحالي. وبالطبع من أجل تحقيق هذه الاتفاقيات واتفاقيات وأهدافها على المدى القصير لابد أن يكون هناك تعاون في شتى المجالات. وبالطبع هذه المنتجات الزراعية التي قمنا بعقد وبتوقيع هذه الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها في الأيام الماضية، فأقول أنها 80% من نتائج هذه الاتفاقيات بالطبع سبب بلان حسنا في الدولتين الصربية وفي مصر. ف 80% و 83% من هذه البضاعة يتم زراعتها في مصر، و 50% من هذه الأشياء يتم استخدامها في الأسواق الصربية. وأريد أيضا أن أؤكد على أن الاحتياط الصربي يعمل أيضا كعنصر مهم جدا في السوق الصربي بحوالي 2.7 مليون خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين. وامتداد هذه الاتفاقيات خاصة في الـ FTA في الصين والذي سيبدأ في يوليو هذا العام. هذه العملية تستمر من خلال هذه الاتفاقيات مع مصر وكذلك أيضا مع الاتحاد الأوروبي في جنوب كوريا. وبالطبع هذه الاتفاقيات ستفتح أمامنا فرص استثمارية رائعة في السوق الصربية. بالطبع صربيا تحتل مكانا رائع في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا بسبب التعاون المثمر والذي تسهم بسرعته المزدوجة وبأفضل جودة ممكنة لكي نقوم باستخدام الوقت في تغذية هذه الصناعات وتغذية الأسواق المحلية وكذلك أيضا بالنسبة لمصر وبالنسبة لأوروبا. وكذلك أيضا الموقع الجغرافي لصربيا الذي يلعب دورا رائعا في ربط العالم وربط صربيا ومصر بالعالم أجمع. كل هذه الأشياء تقوم بتشجيع الأسواق المصرية والصربية باستغلال أيضا هذه الحواف التي تبثها كلتا الدولتين للمستثمرين ليقوموا بإنشاء هذه الشركات وببث عمليات الاستثمار في الدولتين. أود أن أعرب عن اهتمام المزدوج من كلا الجانبين فيما يتعلق بالشراكات التي ستبلي بلاء حسنا خاصة في مجال الأعلام في مجال الأعمال عفوا وكذلك أيضا في مجال الاستثمارات والاقتصاد. سيدتي وسادتي أشكركم على هذا الانتباه وأتمنى لكم النجاح الباهر خاصة في هذا المنتدى الخاص بالأعمال.